بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة المشاهدين، إطلالة جديدة في حال البلد والعديد من الفقرات في حلقة اليوم. في فقرة النقاش استجابة لرغبة الكثيرين، نقدم اليوم في فقرة قضية للنقاش إعادة لحلقتنا بالأمس والتي تحدثنا فيها برفقة عدد من رؤساء التحرير ورفقة الفريق حميتي قائد قوات الدعم السريع عن اعتقال موسى هلال، عن تأثيرات هذا الاعتقال على عملية جمع السلاح والسلام في دارفور. في فقرة وصل صوتك حنكون في مدرمان الثورة الحارة 11، هنالك شكاوى للمواطنين نسمعها أيضا في فقرة وصل صوتك. ضيف الصالون اليوم صالون سوداني 24 المهندس محمد أبو عاقلة، المدير التنفيذي لقطاع العمليات والتكنولوجيا بشبكة الجزيرة الإعلامية، في حديث حول صناعة المستقبل وعن مستقبل الإعلام. لكننا نبدأ بأهم أخبار البلد وزميلنا راشد نبأ. راشد مرحب بك. أهلا بك أستاذ الطاهر، وأهلا بكل مشاهدين ومتابعين برنامج حال البلد. هذه تحيات فريق أخبار البلد. أهلا بكم. أثارت التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية جدلا واسعا في البرلمان، وذلك بعدما أقرت حبس المتهم 10 أيام لدى النيابة بدلا عن 3 أيام، وبعد أن سمحت بإطلاق المتهمين في قضايا الشيكات المرتدة بالضمانة المالية أو الرهن أو الحجز العقاري. وتبارى النواب في انتقاد التعديلات، بينما انبرت نائب رئيس البرلمان بدرية سليمان للدفاع عنها قبل أن تجاز بالأغلبية في مرحلة العرض الثاني. وقال النائب عن المؤتمر الشعبي كمال عمر إن التعديلات بمثابة نكسة وإنها تتنافى مع الدستور ومخرجات الحوار الوطني. وانتقد النائب صباحي حسن السماح بإطلاق سراح المتهمين في قضايا الصكوك المرتدة، وقال إن ذلك يعد تساهلا غير مبرر. إذن أعلن مجلس الوزراء عن إنشاء كيان حكومي جديد أطلق عليه مجلس الحلال لتنظيم الصناعة المباحة، في وقت انتقد فيه البرلمان التوسع في المجالس وقال إن ذلك يهزم سياسة خفض الإنفاق الحكومي. ودافع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر عن المجلس الجديد وقال إنه كيان معروف عالميا، مهمته هي تنظيم صناعة الحلال التي تشهد منافسة كبيرة في السلع والخدمات المحللة. وكشف سعد عن اتجاه حكومي لإلغاء اتفاقية الفحص المسبق للمواصفات والمقاييس مع دولة الصين، منوها في الوقت ذاته إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة لمراجعة الاتفاقية للوصول إلى قرار بتعديلها أو إلغائها كليا. وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق والركن بكري حسن صالح بسداد بدل اللبس وكافة المستحقات لمنسوبي المستشفيات التي آلت لولاية الخرطوم. ووعد البروفيسور مامون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم في اجتماعه بالهيئة النقابية لعمال المهن الصحية بولاية الخرطوم بسداد بدل اللبس للعاملين عن الشهور السابقة قريبا على أن تتم جدولة باقي المتأخرات، موضحا أن طاقم الوزارة يقوم بمتابعة يومية مع وزارة المالية لتسديد المتأخرات. وأخيرا قررت إدارة جامعة الخرطوم استئناف الدراسة بكليات الزراعة، الطب البيطري، الغابات والإنتاج الحيواني في 24 من ديسمبر القادم بعدما كانت الدراسة معلقة لنحو عام. وقرر اجتماع مجلس عمداء مجمع كليات شنبات ومدير الجامعة البروفيسور أحمد محمد سليمان بدء الامتحانات لكليات الزراعة والغابات والإنتاج الحيواني في 7 من يناير، على أن تبدأ امتحانات كلية الطب البيطري في 21 من يناير بعد إكمال المقررات الدراسية. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا حتى الآن. أستاذ الطاهر، عودة إليك. شكرا لك راشد نبأ. زي ما قلت في المقدمة، مبارح كانت عندنا حلقة استثنائية تحدث فيها الفريق حميتي قائد قوات الدعم السريع عن اعتقال موسى هلال، عن تفاصيل هذا الاعتقال وعن تأثيرات هذا الاعتقال على عملية جمع السلاح، على عملية السلام في دارفور. كان الحوار برفقة عدد من رؤساء التحرير زملاء، وأثار الحوار صدى كبير جدا وجدل كثيف
استجابة لرغبة العديد من الذين اتصلوا بنا من الإخوة المشاهدين. نقدم المادة مجددا ونعود من بعد لتكملة بقية فقرات هذا البرنامج.